حياكم الله وحلقة جديدة من برنامج انطلق، نتعرف فيه على تجارب ناجحة وأعمال ناجحة في الشرقية. كل رائد أعمال يهمه أن يكون عنده عدد أكبر من المتعاملين والزبائن، وقبل ما تركز على عدد كبير من الزبائن افهم عملية الشراء، لأن عملية الشراء فيها 5 مراحل. يعني الواحد يحتاج أنه ينتظر إلى أن يقرر زبونه أنه يشتري من عنده، يحتاج يمر بهذه المراحل. المرحلة الأولى مرحلة أنه يدرك أنه محتاج إلى شيء أو عنده رغبة في أمر، بمعنى أنه يكون عنده رغبة أو حاجة لأمر ما، أنه يدرك الزبون أنه محتاج هالشيء. المرحلة الثانية تكون مرحلة تقييم أو البحث عن المعلومات، يبحث أنا أبغى أشتري هذا المنتج أو هذا، يبدأ يبحث عن المعلومات. لاحظوا أن البحث عن المعلومات صار جدا سهل اليوم، موجود عبر الإنترنت، عبر مواقع كثيرة، من خلال تقييمات وآراء الجمهور أيضا الناس تتعرف عليك. الخطوة الثالثة هي تقييم البدائل، يقيمون بينك وبين المشاريع الأخرى اللي هي بدائل لتقديم نفس المنتج أو نفس الخدمة اللي أنت تقدمها. في تقييم البدائل اتأكد أنك أنت تكون دائما متوفر مع الناس، يعني الناس بتتكلم عنك، اشرح عن نفسك في مواقع التواصل الاجتماعي، حط نفسك في مواقع صديقة أو في شراكات مع الآخرين. كل ما وفرت المعلومات اللي يقدرون من خلالها أن يقيمونك بشكل فعلا يجذبهم لك، هذا يقربهم من قرار الشراء. وبعد الخطوة الثالثة بتكون عملية الشراء نفسها، أني قرر يشتري. لاحظوا أني قرر الواحد يشتري تاخذ كل هذا الوقت. معناته إيش؟ معناته أنت كصاحب مشروع تحتاج أنك تكون صبور، تنتظر، تعطي الناس فكرة عنك، تشجعهم أن يزورونك، تعمل شراكات. كل هذا بيساعد ويمهد لهم أنهم يقررون قرار الشراء. الآن عقب ما يقرر الواحد قرار الشراء يبغي يطمن أنه قرر قرار يعني ارتاح له، في فعلا هو اختار المنتج أو الخدمة اللي تمثل أنها تسد حاجة الإنسان ورغبته. الآن بعد قرار الشراء يحتاج الواحد أن يكون راضي. كيف بيكون راضي؟ فكر فيه، اخدمه، تزيد له ضمانات، تسمع منه شو اللي بيخليه راضي عنك ومستانس وبيستمر في أنه يشتري عنك ويجيك مرة بعد الثانية. الآن خلونا نتعرف على تجربة اليوم، مشروع ساحل، ونتعرف على منصور وكيف بدأ هذا المشروع. يا مرحبا، سهلا، حياك الله، حياك اليوم مستضيفنا على الساحل. نعم. بس نبغى نسير غبة وياك إن شاء الله بإذن الله. بإذن الله، تفضل. دام فضلك. أخوي منصور، أشكرك على استضافتنا اليوم في وحدة من مشاريعك. خبرنا كيف كانت بدايتك في ريادة الأعمال. بدايتي في ريادة الأعمال كانت قبل 2 تقريبا، في أول مشروع لي في عنوان القهوة في خرفكان. مشروع عنوان القهوة كان مشروع حلمي، يعني أنا شغفي في بداية القهوة كان قبل 4 سنوات تقريبا. يعني قبل ما تبدأ مشروع؟ قبل لا أبدأ مشروعي. أنا شخص أول شيء مختص في مجال القهوة المختصة كباريستا محترف، وكمدرب إن شاء الله الاختبارات النهائية راح تكون أني أكون مدرب معتمد في منظمة باريستا هاسل. ما شاء الله. فهذا الشيء اللي دفعني أني أنا أطلع وأني أنا أكون بزنس في نفس المجال اللي أنا قاعد أمشي فيه وأدرس فيه، وهو الشغف. فبديت في عنوان القهوة كبداية، بعدين انتقلت من بعد عنوان القهوة إلى ساحل، ومن ساحل إلى انطلاقات ثانية. يعني كانت ما شاء الله عليك. عجبني أنك أنت بادي من شغفك. ما لاحظت أني يعني بدايتك من 4 سنين، يعني اتجاه السوق للقهوة من سنين، من أكثر من 10 سنين، ما قلت السوق مليان ما بيكون لي مجال أني أدخل؟ السوق اليوم صارت القهوة، كثير من الناس يقولون القهوة صارت هبة، بس القهوة هي عادة، عادة يومية للكل، للصغير وللكبير. القهوة موجودة منذ قرون،
من مو من اليوم وامس. فلذلك سوق القهوه واليوم في الامارات الارض خصبه وفي ارتفاع. بس الاستمرار اللي تكون الشركات فيها تطوير وفيها هاي الامور راح تكون فيها استمراريه وفيها تطوير. ما شاء الله عليك، زين الاحظ انك مستمر انك تتعلم وتكون مدرب، شو علاقه هذا بمشروعك؟ اليوم انا اربط الشغف والطموح الشخص اذا كان عنده في مجاله خاصه في القهوه المختصه شغف وطموح وتطوير راح يكون في مشروعه ايضا هالشيء موجود. وهو راح يداري لانه هو الادرى في هالشيء. فاليوم نشوف مشاريع وايد اماراتيه ناجحه اصحابها مختصين في هالشيء مثل الرسم مثل الرياضه، فهم مختصين في هالشيء فناجحين فيه. فنفس الشيء المجال ينطبق على مجال القهوه، في شباب اماراتيين موجودين كاصحاب مشاريع فقط، في نص موجودين كاصحاب مشاريع وشغالين عمليا وميدانيا في المكان. ما شاء الله عليك، احس انك تعلمت في فتره قصيره وانطلقت يعني من مكان الى مكان، شو سر هالمغامره منصور؟ هو التوفيق من الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. في الشيء الثاني لان انا مفرغ عمري كامل لهالمجال اني انا اختص في هالمجال، فاليوم الشخص اذا قادر يعطي من وقته وجهده في مجال عمله اكيد راح تكون في نتائج. فهذا الشيء انعكس على النتائج اللي انا اليوم قاعد احصلها الحمد لله. والشيء لازم يكون مرسوم مش لمده قصيره والواحد يستعيل على مشروع انه لازم من بدايته يكون هو، لا، الثمره ممكن تطلع في المستقبل. لاحظت بعد انك تكلمت عن انك انت تدير مشاريع اخرى، فشو اللي خلاك تفكر انك غير انك تدير مشروعك يعني ما اسست محلات اخرى قمت تدير مشاريع اخرى؟ انا كان فكرتي من البدايه هو تاسيس شركه تساعد الشباب الاماراتيين والشباب الطموحين في مجال القهوه المختصه ان توفر لهم اشياء ما كانت متوفره في السابق. في السابق الواحد ممكن ياخذ جهد كبير في تكوين هالشيء. اليوم لا، اصبح الامر سهل. ممكن احنا ندير له الموضوع ونسهل الطريقه ونفتتح وندير في استمراريه ونكون معاه. فهالشيء سهل على المستثمر انه يقدر يفتح المشروع. بالضبط، في عوائق كانت قبل تصير لوايد مستثمرين ان انا ما اعرف كيف ابدا وكيف اعمل ومن وين اجيب الاشياء. الحين لا، الموضوع سهل يعني صار، ونحن نقدم استشارات لجميع المستثمرين متكامله. والله شيء صراحه مشجع. زين، من خلال تجربتك وتجربه المستثمرين اللي انت ادرت معاهم مشاريع، شو اهم العقبات اللي الواحد يحتاج انه ينتبه لها؟ العقبات انا اشوف في كل مشروع، ممكن انا واجهته في كذا مشروع، ان فريق العمل وتبادل الادوار، هذا شيء مهم جدا في كل مشروع. اليوم اشوف وايد من المستثمرين قاعد يتحمل جزء كبير من الاداره. هذا شيء غلط. انا ارد واكرر واقول اهل الاختصاص، يعني الادارات الماليه لها محاسب، الادارات العمليه داخل الاوبريشن هذا شيء ثاني، الماركتينج والبراندينج ايضا لها اعمال وادوار. فلذلك تقسيم الدور فريق العمل متعاون هو سبب نجاح اي مشروع. هذا شيء اساسي. زين، الحين احد يسال مثلا في مثل هالمشروع ليش عدد الموظفين يعني كامل؟ ليش ما نبدا بالتدريج 2 أو 3؟ انا قلت لك في كل مشروع يختلف. في هالمشروع يعتمد على شو يعني؟ يعتمد على العدد، الكثافة السكانية أول شيء. صح لو كانت كثافة سكانية قليلة لكن أنت تحتاج أن الزبون يوم يدخل عندك المحل يأخذ انطباع أول، انطباع جميل أن هالمكان ما في تأخير، في تقديم سريع، في أمور ثانية متعلقة، وكل واحد له دوره. الشخص المختص في أخذ الطلبات من الزبون مو هو نفس الشخص المعد للقهوة، مو هو الشخص اللي نفسه داخل المطبخ والكيتشن. هذا شيء مختلف. يعني هاي الامور كل واحد له دور، يعني مثل ما تقول هاي الامور ما توفر فيها لانك بتفقد فيها زباينك. بالضبط. جميل، ذكرت لي الدراسه شو اللي تضيفه للمشروع؟ يعني حد يقول ترى هذا مشروع جديد واذا فتحت هنا بينجح، شو اللي تضيف الدراسه على مشروع مثل هذا؟ الدراسه تضيف امور وايد. انا قلت لك في كل مشروع له دراسه مختصه، في قواعد علميه يمشي عليها، لكن من خلال المشروع على حسب معطياته راح يعرف هو وين راح يوصل. المشروع بالعكس تعطيك وايد اشياء دلالات على ان مشروعك راح يكون ناجح، هل مشروعك راح يواجه اخطار في المستقبل،
فلذلك هذه الدراسة وايد مفيدة لكل مشروع. وأنا أوجه يعني رسالة لكل مستثمر إنه يدرس مشروعه، لا يقارن مشروعه بمشروع ثاني. جميل. يدرس مشروعه على حسب معطياته وخبرته والأشياء اللي بيمشي عليها في السوق. صح. كلمة أخيرة ودك توجهها لكل شخص يبغي ينطلق في ريادة الأعمال. أوجه رسالة لكل مستثمر وشاب إماراتي حاب يدخل في هالمجال وحاب إنه يكون له شيء يكون له المستقبل، أنا أشوف أول شيء يتوكل على الله سبحانه وتعالى. ثاني شيء إنه يدرس المتطلب الموجود في السوق ويشوف ميوله هو مايل للأكثر لبالضبط هو وين يبدأ مشروعه، سواء في مجال القهوة المختصة سواء في مجالات ثانية، ويعمل إنه يتعاون مع أشخاص مختصين في هالمجال يساعدونه ويوصل لهدفه. رائع التكامل، وأنك أنت توصل لهدفك مع بالضبط. يعني فريق. ممكن إنسان يكون كامل، حتى منصور اليوم عنده فريق عمل يساعده في مشاريعه وفي أدوار متبادلة ما بيني وبينهم، فلذلك ما في شخص متكامل لكن في منظومة متكاملة ممكن تكون. أشكرك منصور على هالاستضافة، وصراحة ما شاء الله عليك مثال لنجاح رواد الأعمال في الإمارات. من شغفك انطلق في آفاق ومشاريع ممكن ما كنت تتوقعها. منصور بدأ من محل في خور فكان، اليوم يقدم استشاراته ويقدم آراءه مع فريق مختص في مجال القهوة المختصة. أنا أول مرة أسمع أن ما زال في اتجاه في السوق أنك توسع وتبدع، هذا طبعا من مختص، فشغفك هو اللي بيقودك إلى النجاح. شوفكم في حلقة قادمة وتجربة نجاح في انطلق.